تبارك الله ما شاء الله. الاخر فانا الاخوان كما تشوفوا مقوسين دابا هادو، يلا عاد تفطموا على امواتهم، لا تحيدوا الحليب في هاد الوقت هادي، راه تيكون صعيب على حساب الخروف. الخروف مول في الحليب، مول في واحد العلف تتشري انت تجيبو تبدل ليه كل شيء. اول حاجه تتحيد ليه هو الحليب، زيد على الف عاوتاني، عالم الله شنو كان تايا كلت تجي عاوتاني نتايا تتبدل ليه عاوتاني العلف. والله يدير الخير، الحمد لله على كل حال. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبارك الله. إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. المهم الإخوان، مبروك للتأهل ديال المنتخب المغربي، فرحة صراحة لا توصف الإخوان، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لنا الاربع مع فرنسا ان شاء الله نضربوها. هذا انجاز تاريخي، اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله. هون الاخوان كما شفتوا معنا الاثمنه ديال الاسواق بالنسبه لهاد الخروف الاخوان، يعني في الثمن صراحه طالع، ولكن بالمقارنة يعني صراحة هاد الخروف قليل شوية هاد العام هذا. وبالنسبة لهاد الخروف الإخوان، الناس اللي كسباه راه هي اللي غادي تعرف قيمته، الناس اللي كسباه وديجا تديرو هي اللي غادي تعرف قيمته. تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة لهاد الإخوان، يعني خروف دابا تقريبا عنده 3 شهور ونص 4 شهور، فايت 1100 درهم. يكسب يعني اللي عنده ولا اللي شاري، الا تصليتي فيه راه كما تيقولوا فلوسك راه تتبقى فيه، والحمد لله على هذا الشيء. والاخوان اللي طاح تبارك الله راه بدلات، والحمد لله على هذه الامطار الاخوان الاخيره، الحمد لله في جل المملكه المغربيه. يعني تبارك الله راه الربيع تبارك الله جاي تبارك الله طالع، القسيل حتى هو تبارك الله كما تشوفوا هذا راه قسيله الاخوان، هي كانت تردع شويه فاش سخنات عليه ديك الساعه ديك الشميشه مشات تحرق، ولكن الحمد لله دابا راه بات الشتا هادي راه تبارك الله الحمد لله. بالنسبه للخرفان الاخوان تنضربهم يدخلوا لداخل ما تيبغوش ياكله، دابا تيجيهم حار، مازال حار عليهم، مازال ما غاديش يطلقوا فيه كما تيقولوا النساء مزيان. دابا من هنا لقدام ان شاء الله فاش طاحت هاد الشتا هادي دابا تبارك الله عاد غادي يحلى، عاد غادي يعجبهم تبارك الله. هذا الاخوان راه حطنا تقريبا دابا شي نقولوا تقريبا واحد شهر ونص حتى لشهرين باش حطنا، شهرين تقريبا باش حطنا. كما تشوفوا خرفان يعني تيراو غير في الجناب، دابا تيجيهم حار تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبارك الله. هذا الاخوان هذا هو اللي تيتسمى خروف البكري، هذا خروف ديال التالي ديال شهر 8، هم شهر 8 وشهر 9 تقريبا، يعني شهر 8 وشهر 9. صراحة الإخوان يعني تنعطي البونجور
الكساب اللي تلف الغنم وخلاها واصله عطاتو خروف بهذه النتيجه هذه. تبارك الله عليه، تحياتي للجميع. العمل اخواني يعني كما شفتوا معنا جا قاصح بالنسبه للناس اللي ما مولفاش الصايره، غادي يجي صعيب الحال. كم هذا المنبر الاخوان، تنقدم التحيه خويا الحسن اللي في الصحراء تبارك الله عليه. تحياتي خويا الحسن، تحيه لجميع المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن. ثم كما شفتوا يعني تيرجعوا غير لهاد الجناب هادو تاكلوا غير لقطوا شويه في هاد الشوك. دابا هاد الشوك محيط طاحت عليه الشتا رطب، تيجيو مساعد في الماكل. بالنسبه للقصيله تبارك الله راه كاين القصيله، ولكن راه مبغاوش يدخلوا راهم فيه، تاكل غير شويه صافي تيجي حار تيرجع. تبارك الله ما شاء الله. دابا بالنسبه للاخوان هاد القصيله هذا حنا ما درنا ليه لا من الحاله والو، كما كون درنا ليه شويه ديال لانكري ولا شويه ديال الملحه راه تبارك الله تلقاه فين وفين. مع العام قاصح شويه، الملحه غاليه، توكلنا على الله وربي ما خيبناش الحمد لله عليه. تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، سولي على التمحيط. تبارك الله اللهم بارك. هانتوما شتو تياكل الشوك نجار طب شوية. انا الاخوان راه عطيتهم ياد البال، عطيتهم علفو التحية شوية القادية وخرجناهم يضر شويه في هذا القصير. راه هذاك الخروف راه تايك القصير، لكن غادي يضرب غير شي شويه غادي يجي حار غادي يرجع للور. دابا ان شاء الله غادي غير تخرج عليه الشمس غادي يتبدل سيمانه ان شاء الله غادي يولي مغطي الارض 100%. حيت خلفان قلال داكشي باش دخلناهم، هاكا كانو كتار مغاديش ندخلهم. والحمد لله تبارك الله اللهم بارك. الحمد لله على كل حال، سيدي ربي ما خيبناش كرمنا بهاد الشتيوا هادي الحمد لله، جات في هاد الوقيته تبارك الله لقيتها الحمد لله عليهم. تبارك الله ما شاء الله. سبحان الله الاخوان، هذا الخروف هذا عنده واحد اللون في وجهه صراحه بوحديته، داخل الحموريه مغلوقه وشويه ديال الصفوريه. تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم، اخوكم راعي الغنم اطلس متوسط يحييكم من نواحي ازرو. اللهم بارك اللهم يسر. المهم الاخوان شاركنا معكم هذا المنشور هذا، ما تبخلوش علينا، ما تنساوناش من الدعاء الاخوان. اللهم يسر الله يسخر الجميع.